أن أهالي مناطق جنوب غرب كركوك هم إخواننا وليس هناك خطر عليهم إلا من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وعناصر القوات الأمنية، وأن مناطقهم سيتم تطهيرها قريبا وبمساعدة أبناء المنطقة. إلى ذلك أكد مسؤول المركز الثاني لتنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني أسو ماماند أن إرهابي داعش يعانون حالة من الفوضى والانهيار الكامل في مناطق جنوب غرب كركوك، وهم يفرون بشكل مستمر من تلك المناطق، مؤكدا في الوقت ذاته أن قوات البيشمركة ستعمل على حماية أرواح وممتلكات جميع المواطنين دون تمييز في المناطق التي تخضع حاليا لسيطرة إرهابي داعش، باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء المواطنين وقوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى. تفاصيل أوفى مع هيلغورد حسن. عقد الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك مؤتمرا صحفيا بديوان المحافظة، هنأ فيها قوات البيشمركة بالانتصارات الأخيرة على الإرهابيين في المناطق الجنوبية الغربية من المحافظة، مضيفا أن الانتصارات الأخرى قادمة، مسلطا الضوء على بعض المحاور خلال المؤتمر، منها طمأنة العوائل القابعين تحت سيطرة إرهابي داعش بحمايتهم، وأن يقوموا بمساعدة قوات البيشمركة في تحرير مناطقهم. طبعا أريد أبدي بالنجاحات التي حققتها قوات البيشمركة في عدة محاور في كركوك خلال الأسبوع الماضي، والانتصارات مستمرة، فنحيي قوات البيشمركة ونؤنيهم على هذه النجاحات، وكذلك نبشر أهالي مدينتنا ومحافظتنا بأن كركوك مستقرة ومؤمنة أكثر من أي وقت مضى منذ 2003. وأريد أن أوجه رسالة إلى أهالي المناطق التي لا تزال تحت سيطرة داعش. أولا أنتم إخواننا وأخواتنا وأبناؤنا، فننتظر منكم أن تقوموا بتحرير مناطقكم ومحافظة على أموالكم، وليس هناك خطر على أي شخص بأي شكل من الأشكال أو الانتقام من أي شخص إذا لم يكن هذا الشخص ملطخ أيديهم بدماء مواطنينا. النصر النهائي قريب في كركوك، ونحن على استعداد أن ننفذ خطتنا بأن يساهم أهالي من المنطقة في تحرير المناطق المتبقية في محافظتنا في غرب وجنوب غرب كركوك. مسؤول المركز الثاني لتنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني برفقة القائد الميداني لقوات البيشمركة الشيخ جعفر شيخ مصطفى وعدد من كبار ضباط البيشمركة أكدوا بأن قوات البيشمركة ستعمل على حماية أرواح وممتلكات المواطنين الذين هم تحت سيطرة الإرهابيين، مضيفا أنه لا يوجد فرق بين قرية بشير وأي منطقة أخرى في تحريرها، فكلها تابعة لمحافظة كركوك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في إحدى الثكنات العسكرية لقوات البيشمركة. أنتم تعرفون داعش ولا يمثلون قومية له مذهب ولا يمثلون، الناس مجرمين ارتكبوا جرائم. تعرفون هسه القوات البيشمركة اللي موجودة بالبداية، لأنه القوات البيشمركة هي يحمي الكل، يحمي العرب، يحمي التركمان، يحمي الكرد، كل المكونات الكركوك. وانتم تعرفون هسه مثلا دواعش نهايتهم. احنا لما ندعي اخواننا بهاي المناطق احنا ما نريد نأذي اي احد، وأحسن إلهم خلي أهل المنطقة أهلنا بهاي المناطق إذا أكو تقدم من قوات البيشمركة يساعدون البيشمركة، وإحنا نقدر ننطي ضمانات إلهم ما نخلي ولا أحد يأذيهم القرى مالتهم المناطق مالتهم، بس بالطريقة اللي هم شلون يقدرون يساعدون القوات البيشمركة. مرة ثانية الناس اللي ارتكبوا جرائم هاي للعدالة والقانون، والناس اللي ما ارتكبوا جرائم احنا نقدر ننطي العفو خليه يسلمون نفسهم، لانهم مثل بالبداية قلت يعني دواعش ولا عندهم مصير بهاي المنطقة، والناس مجرمين
الناس اللي حتى أهلنا بهاي المناطق يعرفون شلون تعاملهم ويا أهل المنطقة. اعتقادي يعني اليوم أحسن من باكر، خلي أهلنا بهاي المناطق قبل يجون قوات بيرمرقة يتقدمون، خلي يحررون ويا القوات البيرمرقة هاي القرى وهاي المناطق. البشير ما نفرق قبل، لأنه بشير ناس مع الأسف يعني لما وصلت الدواعش على هاي المناطق ارتكبوا جرائم كبيرة ضد أبنائنا في بشير. إن شاء الله يعني ما نفرق بين هذا بشير وهذا داهوغل وهذا وحدة ويا كل المناطق، إن شاء الله نحررها وأهلها يرجع إلى مناطقها. وأنتم تعرفون يعني من بداية سقوط النظام الاتحاد الوطني فخامة الرئيس مام جلال بنى بيوت لأهلنا في بشير، وإن شاء الله بعون الله بعون القوات بيرمغا يتحرر مناطق بشير وأهلهم يرجعون إلى أماكنهم. تحرير مناطق جنوب غرب كركوك باتت وشيكة من قبل قوات البيشمركة، ودعم ومساندة قوات البيشمركة من قبل أهالي تلك المناطق سيساهم في سرعة الانتصار ودحر عصابات داعش إلى الأبد. ألبرت حسن، فضائية كركوك. دعا مسؤول استخبارات قوات البيشمركة جلال شيخ ناجي جميع المغرر بهم من الذين انخرطوا في صفوف تنظيم داعش الارهابي الى القاء السلاح والعودة الى احضان عوائلهم، كما دعا رؤساء وشيوخ ووجهاء العشائر